السلام والسكينة، تحياتي لكم جميعا أيها الأصدقاء الأعزاء. أتمنى أن تكونوا بكل خير وصحة وسعادة. في هذا التسجيل سوف يكون حديثنا عن مفهوم اللوغوس، الكلمة التي قام الإله بواسطتها بتنظيم عبث الاحتمالات، أو العقل الكلي في بعض الفلسفات، الذي من خلاله تم تنظيم قوانين الطبيعة التي تحكم هذا العالم. سوف نتوسع في شرح اللوغوس وما يمثله سواء في الفلسفة الإغريقية أو في الأديان، لأن هذه الفكرة فكرة فلسفية ودينية في نفس الوقت، مفهوم اللوغوس. أحب أن أشير قبل أن أدخل إلى صلب الموضوع وأبدأ في شرحه بتوسع، أريد أن أنوه أن فكرة اللوغوس أو الكلمة الإلهية لم تبدأ مع الإغريق، لم تبدأ مع الفلاسفة اليونانيين. فكرة أن هنالك منظم، هنالك لوغوس، هنالك كلمة هي التي فرضت لتنظيم الوجود والطبيعة، هذه الفكرة موجودة في الديانات القديمة، القديمة جدا، يعني هي فكرة فلسفية عميقة جدا وموجودة في الديانات القديمة. على سبيل المثال في مصر القديمة نجد في الأساطير المصرية القديمة أن الإله رع ولد من المياه الأزلية، يعني خلق نفسه بنفسه، الإله رع من المياه الأزلية، من مياه العبث والعماء، وقام بإصدار كلمته، ومن خلال كلمة الإله رع ولدت الآلهة، وهؤلاء الآلهة قاموا بتنظيم العالم وخلق العالم. ففكرة أن الإله ينطق بكلمة وهذه الكلمة تقوم بالتنظيم، تقوم بالعمل على البناء، هذه الفكرة قديمة جدا. نجد أيضا نفس هذه الفكرة عند الهنود في الديانة الهندوسية، فالإله براهما إله الخلق عند الهنود قام بخلق العالم من خلال الكلمة المقدسة أوم، هذه المانترا أو هذه الكلمة المقدسة ألف واو ميم، أوم، قام من خلالها بخلق العالم. وهكذا أحب فقط في البداية أن أنوه وأشير إلى أن فكرة الكلمة الإلهية المقدسة أو فكرة اللوغوس هي فكرة قديمة موجودة في الديانات الأقدم، وكانت معروفة في الشرق قبل أن يعرفها فلاسفة الإغريق. أحب أن أنوه لهذه النقطة، لأنه دائما في مباحث الفلسفة وعند دراسة الفلسفة دائما يبدأون بالحديث عن الفلاسفة الإغريق ثم يسيرون في الخط الزمني أو الخط التاريخي، علما بأن الفلسفة الإغريقية هي في الأساس انعكاس لفكر فلسفي شرقي، انعكس على طريقة تفكير الفلاسفة الإغريق الذين تأثروا بالحكمة الشرقية وبحكمة حضارات الشرق، فأنتجوا لنا ما أنتجوه من فلسفة. وحتى أفلاطون يذكر في محاوراته بأنه تعلم الحكمة من الكهنة المصريين عندما زار أرض مصر. في فيثاغورس جاب مناطق الشرق، منطقة بلاد الشام ومصر، العراق القديم، بلاد فارس، الهند، تعلم عند الكهنة في هذه المنطقة، كهنة هذه الشعوب. فالفلاسفة الإغريق تأثروا أساسا بالشرق، ولكن يحسب ما يحسب حقيقة للفلاسفة الإغريق، ما يحسب لهم تاريخيا، أنهم استطاعوا أن يفصلوا الفلسفة، استطاعوا أن يفصلوا الحكمة عن الفكر الديني، لأنه ما قبل الفلاسفة الإغريق كانت الفلسفة ممتزجة بالفكر الديني، يعني الأفكار الفلسفية سواء فكرة الكلمة اللوغوس أو غيرها من الأفكار الفلسفية والمباحث الفلسفية كانت ممتزجة بالأساطير، كانت ممتزجة بقصص الآلهة وقصص القديسين. فالفلاسفة الإغريق يحسب لهم أنهم فصلوا
الفكر الديني عن الفكر الفلسفي، هذا ما يحسب لهم. أما كثير من الأفكار حقيقة، كثير من الأفكار التي جاء بها فلاسفة الإغريق هي انعكاس لفكر شرقي أقدم من الفكر الإغريقي. أحببت فقط أن أضيء على هذه النقطة، وسوف نبدأ كما قلت بشرح مفهوم اللوغوس من اليونان القديمة، وكيف كان الإغريق يرون اللوغوس في فلسفته. فبداية يجب أن نقول أن الكلمة أو اللوغوس عند فلاسفة الإغريق هو ذلك الشيء المقدس المحرك للعالم، وهي القوة الطبيعية التي تنظم عمل قوى الطبيعة، هو الضرورة المطلقة أو القانون الكلي الذي يسيطر على الوجود ويدير العالم من خلال إرساء النظام في كل أجزاء الوجود. وأول من تحدث عن اللوغوس صراحة وبشكل واضح عند الإغريق كان هو هيراقليطس. هيراقليطس كان تصوره للعالم هو تصور متحرك، كان يرى أن الوجود الظاهر بأسره في حالة تغير مستمر، ولا يوجد شيء ثابت أبدا على الإطلاق، ولذلك فإن هنالك حالة من الصراع الدائم والأبدي. طبعا بحسب وجهة نظر هيراقليطس أن هنالك حالة من الصراع الدائم والأبدي، بحيث أن صراع الأضداد، هنالك أقطاب، هنالك مذكر ومؤنث، هنالك خير وشر، هنالك أضداد تتصارع في هذا العالم، وصراع هذه الأضداد هو شرط لاستمرارية الحياة. فهنالك لكل شيء ضد، وهنالك لكل شيء نقيض، هنالك الحار، هنالك البارد، هنالك الرطب، هنالك الجاف، هنالك النور، هنالك الظلمة. كل هذه الأضداد في حالة صراع دائم وأبدي مستمر. ولذلك لأن هيراقليطس كان يرى أن العالم في حالة استمرار وتغير، وأنه لا يمكن أن يكون هنالك أي شيء ثابت، عنصر النار هو الذي يحكم الوجود بحسب وجهة نظر هيراقليطس، قال في يوم من الأيام مقولة، وهي مقولة اشتهرت عنه: إنك لا تضع قدمك في نفس النهر مرتين. لأنه الماء الذي ستضع فيه قدمك في المرة الأولى سيكون قد عبر وتدفق إلى النهر ماء جديد، فأنت لا تضع قدمك في نفس النهر مرتين، كل شيء متغير. النهر الذي سوف تضع قدمك فيه حاليا ليس هو الذي ستضع فيه قدمك بعد نصف ساعة مثلا، لأن الماء سوف يكون قد تجدد بالكامل. هذا الفكر الذي كان يتحدث عنه هيراقليطس، أن الوجود في حالة تغير مستمر. اللوغوس بالنسبة لهيراقليطس هو ذلك المبدأ الكوني الذي لا يتغير رغم أن الكل يتغير، ذلك المبدأ الكوني الذي يدير صراع الأضداد، يدير هذا التناقض ويقف في الوسط بين الشيء وضده ويقوم بإدارة الصراع، يعمل على إدارة الصراع من أجل استمرارية التجدد. هذا هو اللوغوس بحسب هيراقليطس. فهذا المبدأ الواحد أو القانون الواحد الذي يسميه هيراقليطس باللوغوس هو العقل الكلي الذي يحكم جميع الأحياء، وطبيعته بحسب هيراقليطس هي طبيعة نارية، بمعنى أنه فاعل ونشط كالنار تماما. هذه النار المقدسة تسري في كل الوجود، ولذلك كان يقول هيراقليطس، كان يقول: إن الصاعقة توجه الأشياء جميعا. وهذا طبعا نحن ممكن كأشخاص مطلعين على فلسفة الكابالا نربط هذه المقولة مع
فكرة الكاباليين عن الصاعقة التي خلق الله بها العالم، فكرة مسار الصاعقة اللي هو مسار نزول شجرة الحياة بحسب الكاباليين. بكل الأحوال نقول إذن أنه بحسب فكرة هيراقليطس هنالك وحدة عقلانية فاعلة هي التي توجه النظام في هذا العالم من أكبر شيء إلى أصغر شيء، وهي المسؤولة عن عمل المتغيرات وجريان الأضداد في هذا العالم. هذه الوحدة العقلانية هي القانون الذي يدير عمل الأضداد في هذا العالم، ولكنه يعلو ويتفوق عليها جميعا لأنه هو القانون الذي يحكمها، كما قلنا نقطة الوسط في المنتصف بين الشيء ونقيض. هذا هو اللوغوس عند هيراقليطس، وهيراقليطس كان هو أول من تكلم عن اللوغوس. طبعا سوف يظهر ضد ومناقض لفلسفة هيراقليطس هو بارامينيدس. وقبل أن نشرع في الحديث عن بارامينيدس وكيف أنه جاء بفلسفة وفكر جديد بخصوص اللوغوس يضاد ويناقض الفكرة التي قال بها هيراقليطس، ينبغي قبل أن نذهب بهذا الاتجاه أن نوضح أن ما ذكرناه بخصوص فلسفة هيراقليطس عن صراع الأضداد له جذور في الثقافات الدينية الفلسفية الشرقية. ففكرة صراع الأضداد مثلا نجدها في الفكر الشرقي قبل أن يتحدث عنها هيراقليطس، يعني على سبيل المثال في الطاوية مثلا في الصين. الفلسفة الطاوية في الصين والتي تنسب للحكيم لاوتسو تحدثت عن صراع الأضداد في حديثها عن المبدأين الكونيين اللذان يتصارعان باستمرار، وهما مبدأ الين واليانغ. الفلسفة الطاوية تحدثت عن هذا باستفاضة. أيضا الديانة الزرادشتية تحدثت عن صراع أهورا مزد إله النور وأهريمان إله الظلمة، وأنه من خلال هذا الصراع بين الخير والشر بين أهورا مزد وأهريمان يتم إرساء التوازن من خلال التمازج بين قوتهما في هذا العالم. نفس الشيء نجده في الأسطورة المصرية التي تتحدث عن صراع الإله حورس مع عمه الإله سه، أحدهما يمثل القوة الظلامية للشر والآخر يمثل القوة النورانية للخير، ومن خلال صراعهما مع بعضهما البعض تتدخل دائما الآلهة من أجل الفصل بينهما، من أجل أن يكون هنالك نوع من التوازن في النظام الكوني. كما قلت أغلب الفضل بالنسبة للفلاسفة الإغريق هو ليس في اختراع الفلسفة، فالفلسفة كانت موجودة وممتزجة بالفكر الديني الشرقي من قبل، ولكن الفضل يعود لهم في أنهم استطاعوا أن يفصلوا الفكر الفلسفي عن الفكر الديني. وإلا فحتى فكرة هيراقليطس يمكن إيجاد لها سوابق في الفكر الشرقي. وأيضا كثير من الفلاسفة الإغريق أفكارهم يوجد لها سوابق عند البحث في التراث الشرقي القديم. نذهب الآن إلى بارامينيدس الذي عارض بفكره فلسفة هيراقليطس. بارامينيدس كان يخالف هيراقليطس في فلسفته وكان ضد له فكريا، طبعا كان ضده على المستوى الفكري، حيث كان يرى بارامينيدس كان يرى أنه الثبات هو أصل الوجود، وأن الوجود ككل وحدة ثابتة لا تتغير، وأن التغير عبارة عن وهم. هذا أيضا نحن كدارسين للفلسفة الشرقية نستطيع أن نرى تشابه بين فكرته وبين فكرة الفلسفة الهندوسية المتأخرة، الأفكار الموجودة في الأوبانيشاد.
عن أن الحياة والوجود والتغير المستمر في العالم هو عبارة عن مايا، عبارة عن وهم، وأن الأصل والحقيقة والمصدر فيه سكون وثبات. نستطيع أن نرى التشابه هنا بين بارامينيدس وبين فكرة الفلسفة الهندوسية الشرقية المتأخرة، والتي تتضح في كتاب الأوبانيشاد المقدس عند الهندوس. بكل الأحوال نبقى مع بارامينيدس الذي يضاد ويخالف هيراقليطس فكريا، ويقول بأن اللوغوس الذي يحكم الوجود هو الثبات التام والوحدة التامة، فكرة شبيهة بفكرة البراهمن المحتجب الثابت الساكن الذي يدير كل شيء باحتجاب، فكرة قريبة لهذه الفكرة في الهندوسية. بكل الأحوال الحقيقة عند بارامينيدس هي أن كل شيء ثابت في وحدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهذه الوحدة الواحدة محكومة من لوغوس واحد ثابت وليس متحرك كما قال هيراقليطس. هيراقليطس كما قلنا كان يرى أن اللوغوس فاعل نشط، يعني حتى وإن كان ثابت من حيث أنه هو النقطة المركزية في الوسط التي تنظم عمل الأضداد والأقطاب المتصارعة، ولكن هو أيضا متحرك من حيث أنه يعمل باستمرار على التغيير وعلى التبديل وعلى جعل الأضداد تتصارع مع بعضها البعض، بحيث يكون هو العمود الوسط في الميزان الذي يكون مناصفا بين كفتي الميزان. بارامينيدس لم يكن يرى الأمر بهذا الشكل، كان يرى اللوغوس على أنه ثبات، على أنه سكون، يعني فكرة قريبة حتى للتصوف، فكرة بارامينيدس فكرة قريبة لفكرة التصوف الهندوسي والشرقي، أنه اللوغوس عبارة عن ثبات وسكون وهو يدير العالم الثابت، وأن جميع مظاهر الحركة التي نراها نحن هي مجرد وهم نحن نتوهم، وأن الحقيقة الحقيقية هي السكون والثبات. سوف أنتقل حاليا من فكرة بارامينيدس وهيراقليطس التي رأينا فيها أحدا يفكر بطريقة التبدل والتغير وأحدا آخر يفكر بطريقة السكون والثبات، سوف أنتقل إلى فكرة سقراط والكلمة عن سقراط. وحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن سقراط فيجب علينا قبل الحديث عن فكرة اللوغوس عنده أن نضيء على نقطة مهمة جدا عند الحديث عن هذا الرجل، وهي أن هذا الرجل يعتبر بحد ذاته كفيلسوف عظيم مرحلة فارقة جدا، ليس في تاريخ الفلسفة اليونانية فقط وإنما في تاريخ الفكر الإنساني بصراحة. سقراط كما يقال هو الذي أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، هو أول من بدأ يحاول أن يتكلم عن علاقة الفلسفة بالبشر وليس بتنظيم الكون وليس بكيف بدأ الوجود. سقراط كان مهتم بالبشر بشكل أكبر، سقراط حتى كان مؤمن بإله واحد على الرغم من أنه كان يعيش في مجتمع متعدد الآلهة، إلا أنه كان يوجه صلواته وعباداته لإله واحد وكان يدعي بأنه رسول يوحى إليه من قبل الإله الذي يتعبد له. للأسف نحن لم يصلنا الكثير عن سقراط، وحتى أن البعض يعني يشكك حتى بتاريخية سقراط كشخصية تاريخية من الأساس. البعض يعتبر سقراط عملا أدبيا من اختراع تلميذه أفلاطون، يعني البعض يفترض أن أفلاطون هو الذي اخترع هذه الشخصية إلى هذا الحد، لأنه لا توجد لدينا نصوص أو كتب أو أشياء قد وصلتنا عن سقراط إلا من خلال كلمات وكتب تلميذه أفلاطون. إلى هذا الحد البعض
يصل به الطرح عند الحديث عن هذه الشخصية، وهي بالفعل يعني شخصية هذا الفيلسوف غامضة، ولكن موضوعنا كما قلت هو موضوع اللوغوس وليس البحث في تاريخية هذه الشخصية. أشرت إلى ذلك لأنه يجب أن أعطي نبذة عن كل فيلسوف نتحدث عنه. يمكننا أن نعتبر أن أفلاطون يوضح لنا أن فكرة اللوغوس عند أستاذه سقراط هي فكرة الوحي، فالله أو الإله الواحد بحسب رأي سقراط هو الذي يحكم الوجود ويوجه الناس إلى الفضيلة من خلال إرشادات وتعاليم الوحي عبر الرسل. يعني هذا هو أقرب تصور يمكننا تصوره عن فكرة اللوغوس عند سقراط بحسب ما وصلنا عنه. ففكرة اللوغوس أنه هو ذلك الوحي، والوحي عند سقراط ليس ملاك يعني أو كائن غيبي، وإنما هو وحي أشبه للفكر الوحي عند الغنوصيين، يعني صوت داخلي يحدث الإنسان بالتزام مسلك الفضيلة والبعد عن مسالك الرذيلة. هذا الصوت الداخلي الذي يوجه البشر هو اللوغوس حسب رأي سقراط وفكرة سقراط. قد نجد هنا أن اللوغوس الذي يتحدث عنه سقراط بعيد كل البعد عن اللوغوس الذي يتحدث عنه فلاسفة آخرون. يعني في نظر فلاسفة آخرين اللوغوس وظيفته هو توجيه العالم وتحريك العالم وتنظيم الوجود، بينما عند سقراط لا يهتم بالعالم، اهتم أكثر بالأخلاقيات وبإصلاح نفوس المجتمع. ولذلك نجد أن فكرة اللوغوس عنده هي فكرة ذلك الوحي أو ذلك الإلهام الذي يوجه البشر، ليس الذي يوجه العالم وإنما الذي يوجه البشر. هذه هي فكرة اللوغوس عند سقراط. فلو انتقلنا من سقراط إلى تلميذه أفلاطون لنرى كيف كان أفلاطون ينظر إلى مفهوم اللوغوس، يجب علينا أن نشرح نظرية المثل عند أفلاطون. وحقيقة لو أردنا أن نعطي ملخص لشرح نظرية المثل عند أفلاطون فنستطيع أن نقول أن أفلاطون قسم الوجود إلى قسمين، قسم ظاهر وهمي وقسم باطن حقيقي. فالقسم الظاهر وهو عالمنا المادي الذي نعيش فيه هو قسم وهمي غير حقيقي، ولكن كل شيء فيه في عالمنا المادي هذا الوهمي والغير حقيقي يستمد وجوده الفعلي من صورته الحقيقية في العالم المثالي. فهنالك لكل شيء مستويين للوجود، هنالك مستوى مثالي للوجود وهنالك مستوى ظاهري أو مستوى مادي للوجود. فأنا كإنسان أعيش في هذا العالم المادي، وجودي هنا هو وجود غير حقيقي، ولكن مفهوم الإنسان المثال في العالم المثالي هو الوجود الإنساني الحقيقي. هذه هي الفكرة الأفلاطونية. إذا أردت أن أبسطها بمثالين فيمكن تمثيل العالم الظاهر على أنه مرآة تعكس صورة وهمية شبحية للعالم الحقيقي الذي هو العالم المثالي، ويمكن أيضا تشبيه العالم المثالي بأنه نظام تشغيل، وأن العالم المادي أو العالم الظاهري هو عالم يشبه جهاز الكمبيوتر. فجهاز الكمبيوتر حتى يعمل يحتاج إلى نظام تشغيل، ونظام التشغيل هذا يتكون من أكواد برمجية، يتكون من خوارزميات من برمجة. هذه البرمجة هي التي تسمح لنظام التشغيل بأن يشغل
جهاز الكمبيوتر ويجعله يعمل بطريقة ما، وكل شيء في جهاز الكمبيوتر، كل شيء يوجد على جهاز الكمبيوتر هو في الحقيقة لديه شفرة خوارزمية في البرمجة هي التي تسمح له بأداء عمله بالطريقة التي يقوم بها. نفس الشيء أي شيء موجود في عالمنا، هو موجود في عالمنا لأن هنالك شفرة في العالم المثالي هي التي سمحت بوجوده في عالمنا، فأصل كل شيء هو الشفرة التي تمثله، أصل كل شيء هو المثال الذي يمثله. هذا هو تلخيص نظرية المثل الأفلاطونية. أريد قبل أن أنتقل لشرح اللوغوس ومفهوم اللوغوس عند أرسطو تلميذ أفلاطون، أن أنوه إلى حقيقة أن فكرة أفلاطون عن المثل تتشابه مع عقيدة دينية موجودة في الإسلام، وهي الاعتقاد بفكرة اللوح المحفوظ عند المسلمين، وأن كل شيء في عالمنا، كل شيء في هذا العالم المادي الدنيوي قبل أن يحصل في عالمنا هو أساسا كان مكتوب في اللوح المحفوظ، فهنالك عالم اللوح المحفوظ الذي يكتب فيه القلم، والقلم رمز للإرادة الإلهية. عالم اللوح المحفوظ فيه القدر الذي يتم تقديره والذي ينعكس بعد ذلك على عالمنا. هذه الفكرة قريبة جدا، فكرة اللوح المحفوظ، من فكرة عالم المثل عند أفلاطون. فكما أن عالم المثل عند أفلاطون هو الذي يحكم ويهيمن على عالمنا، عالم اللوح المحفوظ في الفكر الإسلامي هو الذي يهيمن على عالمنا المادي. فكل شيء في عالمنا المادي تم تقديره مسبقا من الله في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ يشبه نظام التشغيل للعالم، هو الذي يتحكم في العالم، وفيه القدر أو فيه المثل خلينا نقول التي تمثل أصل كل شيء. بكل الأحوال أرجو أني أوضحت مفهوم اللوغوس عند أفلاطون وشرحت بشكل مبسط نظريته عن المثل وتشابهها إلى حد كبير جدا مع عقيدة اللوح المحفوظ في الفكر الإسلامي، وأنتقل الآن إلى فكرة اللوغوس عند الحكيم أرسطو. وفكرة اللوغوس عند أرسطو هي فكرة المحرك الأول، كما يعرف الإخوة الذين درسوا الفلسفة الإغريقية. أرسطو كان يرى أن الحركة دليل على النقص، لأن أي متحرك هو يتحرك لوجود دافع يدفعه للحركة، لوجود شيء ما يدفعه لكي يتحرك بالاتجاه الذي يتحرك إليه. والله أو الإله هو كامل لا يحتاج إلى شيء، وبالتالي الإله عند أرسطو ثابت في حالة سكون تام غير متحرك، ولكن رغم أنه غير متحرك إلا أنه هو المحرك الأول الذي صدرت عنه الحركة بدون أن يتحرك. أرسطو شبه هذا الإله والحركة التي تصدر عنه بالطاقة الجاذبية للمغناطيس، يعني المغناطيس لديه طاقة جذب، تصدر عنه طاقة جذب، وإذا كان هنالك معدن من معادن الحديد قريب من المغناطيس فإن ذلك المعدن ينجذب إلى المغناطيس، ليس أن المغناطيس تحرك من مكانه، بدون أن يتحرك من مكانه وهو ثابت تصدر عنه طاقة الجاذبية. نفس الشيء الإله الأرسطي هو محرك، هو فاعل بدون أن يكون متحرك في ذاته، تصدر عنه الحركة بدون أن يتحرك، لأن الحركة نقص، لأن الحركة دليل على وجود حاجة.
هذا هو الإله الأرسطي، وهذا هو مفهوم اللوغوس عند أرسطو، هو ذلك المحرك الذي حرك كل شيء بدون أن يتحرك. وعندما صدرت عنه الحركة الأولى، هذه الحركة الأولى حركت بدورها محركات أخرى، وتلك المحركات الأخرى والتي يعبر عنها بعد ذلك عندما تطورت الفلسفة الأرسطية بالعقول، تلك العقول، تلك المحركات، حركت بدورها حركات أخرى ساهمت في خلق العالم وتنظيم العالم. فاللوغوس عند أرسطو ليس واحد، هنالك أكثر من محرك، ولكن اللوغوس الأعظم واللوغوس الأكبر هو الإله الذي صدرت عنه الحركة دون ما تحرك منه ذاتيا. هذه الفكرة انعكست بعد ذلك على الأفكار الموجودة عند المتصوفة، حيث أنهم قالوا أن الله سبب خلقه للعالم هو الحب. الحب هو تلك الحركة المغناطيسية الأولى التي صدرت عن الله الثابت الذي لا يتحرك، وتسببت بتحريك الوجود من خفاء واحتجاب الهيولة إلى علن الظهور. بمعنى أن الله ليس بحاجة إلى أن يخلق هذا العالم، ولكن صدر عنه الحب كحركة، وتلك الحركة التي تجلت في الحب الفائض عن الله هي التي أدت لتحريك محركات أخرى ساهمت في ظهور العالم ونشأته. لكن الله في حد ذاته ثابت، ليس بحاجة إلى خلق العالم. هذه فكرة كثير من متصوفي الإسلام وكثير من متصوفي الأديان الإبراهيمية عموما، الذين أساسا تأثروا بالفكرة الأرسطية، فاعتبروا أن تلك الحركة الأولى الصادرة عن المحرك الذي لم يتحرك هي الحب. بكل الأحوال أضأنا على فكرة أرسطو، فكرة اللوغوس عنده، وننتقل حاليا من الحديث عن فكرة اللوغوس عند فلاسفة الإغريق إلى فكرة اللوغوس في الأديان الإبراهيمية، وسوف نبدأ مع اليهودية. وحقيقة لا يمكننا الشروع في الحديث عن مفهوم اللوغوس عند اليهود دون المرور على الفيلسوف اليهودي فيلون السكندري. هذا الفيلسوف الذي عاش في العصر الهيلينستي في مدينة الإسكندرية، ومنها أخذ لقبه، وفيلون السكندري نسبة إلى مدينة الإسكندرية التي عاش فيها. ذلك العصر الذي امتزجت فيه أفكار الشرق بالغرب، كانت الإسكندرية منارة من منارات العلوم والمعرفة، عاش فيها الفيلسوف فيلون السكندري، وكان يرى من وجهة نظر التوفيقية بين الدين اليهودي والفلسفة الإغريقية أن آدم كادمون هو اللوغوس. آدم كادمون هو آدم السماوي، وهو يختلف عن آدم الأرضي. آدم الأرضي هو أبو البشر الذي ذكرته الأديان على أنه أبو البشري، لكن آدم السماوي هو الذي تذكره التوراة بأنه قد خلق على صورة الله ومثاله. آدم السماوي أو آدم كادمون هو الذي يحكم عالمنا بأمر الله. يعني الله عندما يريد أن يتحكم في عالمنا فهو يتحكم في عالمنا عن طريق اللوغوس، وهذا اللوغوس هو آدم كادمون، هو آدم السماوي. ولذلك فيلون أطلق على آدم السماوي لقب البرزخ، لأنه عبارة عن فاصلة بين الله وبين خليقته. الله عندما يريد أن يتحكم في خليقته فإنه يتحكم بخليقته ويتحكم في العالم من خلال آدم كادمون الذي خلق على صورة الله ومثاله. آدم كادمون هو نفسه، يعني هاي إضاءة مني وتوضيح مني بخصوص الفكر الذي جاء بعد ذلك في تطور الفكر اليهودي. بعض الكاباليين ربطوا بين آدم كادمون وبين الملاك ميتاترون، واعتبروا أن الملاك ميتاترون هو آدم كادمون.
كل الأحوال هذه هي فكرة فيلون السكندري المفكر اليهودي عن اللوغوس، قال بأن آدم الذي خلق على صورة الله آدم السماوي هو اللوغوس. لنأتي الآن إلى فكرة اللوغوس عند اليهود الباطنيين، يعني في اليهودية الباطنية. سنجد هنا تشابه مع الفكر الباطني الإسلامي، حيث أن اليهود في الكابالا يعتبرون أنه لا يوجد لوغوس واحد فقط، وإنما يوجد 10 كلمات، هنالك 10 من اللوغوس، كل واحد فيهم يحكم على الوجود من ناحية من النواحي، هم السفروث 10 في شجرة الحياة. هذا يذكرنا بفكرة المذهب الإسماعيلي، يعني عندنا في الفكر العربي في الفكر الإسلامي، هذا يذكرنا بفكرة المذهب الإسماعيلي عن العقول 10 التي تحكم العالم. وأساسا هاي الفكرة سواء عند الكاباليين اليهود أو عند الإسماعيلية في الإسلام أو حتى عند بعض الفرق الصوفية الإسلامية، يعني أتت بتأثر من الفكر الأرسطي. تحدثنا أن أرسطو تكلم عن المحرك الأول، وهذا المحرك الأول حرك عدة محركات، وتلك المحركات التي حركها المحرك الأول هي عقول فاعلة ترتبط بالأفلاك السماوية. هذا هو الفكر الذي أثر على الكاباليين وعلى متصوفة المسلمين وعلى الإسماعيلية. بكل الأحوال نجد هنا في الفكر الباطن اليهودي أن اللوغوس أو الكلمة الإلهية هي 10 كلمات تحكم العالم وتنظم العالم، هي السفروث 10 التي يرتبط كل واحد منها، كل دائرة من الدوائر 10 ترتبط كل دائرة منها بفلك من الأفلاك السماوية. وطبعا هذه 10 محركات أو هذه 10 كلمات إلهية هي عبارة عن فيض نابع من اللوغوس الأعظم، نابع من الكلمة الإلهية الأعظم وهي آدم كادمون، آدم السماوي. فآدم السماوي هو الذي تلقى الأسماء الإلهية، هو الذي تلقى الكلمات، هو الذي تلقى فيض الله على شكل 10 سفروث والتي انعكست في كل عالم من العوالم. الذي يريد أن يتوسع في فهم هذه الفكرة الكابالية يمكنه العودة إلى أول حلقة من حلقات سلسلة الإشراق العظيم التي تحدثنا فيها عن كيفية صدور العوالم ونشأتها في الكابالا. بكل الأحوال هذا هو مفهوم اللوغوس في الفكر الباطني اليهودي وتحديدا في أدبيات الكابالا. سوف أنتقل من فكرة اللوغوس في الكابالا إلى فكرة اللوغوس عند موسى ابن ميمون، وهو أحد أهم فلاسفة اليهود، ولذلك ينبغي التنويه إلى أنه موسى ابن ميمون لديه أهمية كبيرة جدا عند جميع اليهود، وطبعا ذلك لأنه هو الذي ينسب إليه الفضل في إعادة تشكيل الهيكل العقائدي والديني للديانة اليهودية. ولذلك هم يقولون لم يأتي أحد منذ موسى النبي مثل موسى ابن ميمون، لم يأتي أحد منذ موسى مثل موسى. ولذلك فمن المهم جدا لنا أن نتعرف على فهم موسى ابن ميمون لمفهوم اللوغوس أو الكلمة. مفهوم اللوغوس أو الكلمة عنده هو قريب جدا أيضا من الفكر الأرسطي، حيث أنه كان يرى كما كان يرى الأرسطيين أيضا أن الوجود تحركه محركات، نفس الفكر الأرسطي، الوجود تحركه محركات تحركت بفعل الحركة الأولى التي صدرت عن المحرك الأول الذي لم يتحرك. لكن موسى بن ميمون استطاع أن يضفي يعني لمسة من الفكر الديني على الفكر الأرسطي، فاقترح في فلسفته أن تكون المحركات
التي تدير شؤون العالم هي الملائكة. تعلمون أنتم أن كل ديانة من الديانات تتكلم عن كائنات خفية، الجن، الملائكة، في بعض الأديان الأخرى العفاريت، الأشباح. هو أضاف هذا العنصر الديني الموجود في الفكر الديني إلى الفلسفة الأرسطية. وتعلمون أن الديانة اليهودية تتكلم عن الملائكة وأن لهم رتب عند الله. الملائكة لهم رتب عند الله، فهو تصور أن هؤلاء الملائكة برتبهم بما يمثلونه عند الله هم الواسطة بين الله وبين العالم. فالله إذا أراد أن يتحكم في عالمنا الدنيوي المادي الظاهر يستعمل الملائكة في العالم الغيبي وبواسطتهم يتحكم في عالمنا. فالملائكة هم الواسطة بين الله وبين العالم. والله يشبه، يعني في هذه الفلسفة يشبه أن يكون رئيسا على حكومة، والملائكة هم المرؤوسون في الحكومة، هم الذين يديرون شؤون هذه الحكومة، ونحن في العالم المادي الظاهر الذين تقع عليهم أحكام تلك الحكومة. الله غيب الغيوب يريد أن يتحكم في عالمنا، يتحكم في عالمنا عبر حكومته التي يديرها هو، وحكومته هذه تتكون من الملائكة في العالم الغيبي أو في العوالم الغيبية. هذه هي تصورات موسى بن ميمون عن اللوغوس. قبل أن أنتقل إلى شرح مفهوم اللوغوس في الفكر المسيحي، يجب أن أنوه إلى أن فكرة موسى بن ميمون عن اللوغوس تتشابه كثيرا إلى حد بعيد مع فكرة كثير من الفلاسفة والمفكرين المسلمين الذين وصلوا إلى نفس النتيجة التي قال بها موسى بن ميمون من خلال تأملهم في آية من الآيات القرآنية، وهي فالمدبرات أمرا. فهم اعتقدوا أن المدبرات المذكورة في الآية القرآنية هم الملائكة التي تدبر شؤون العالم، وهي لا تستطيع تدبير شؤون العالم بمزاجها، وإنما هي تتلقى الأمر من الله. فالله كما قلنا هو الحاكم على حكومة خفية من الملائكة في العوالم الغيبية، وهؤلاء الملائكة هم الواسطة بينه وبين العالم. هذه الفكرة أيضا موجودة في الفكر الإسلامي، ولعل موسى بن ميمون في فكرته كان متأثرا بالفلاسفة المسلمين، ولعل المفكرين والفلاسفة المسلمين كانوا متأثرين في ناحية من النواحي باليهود وبالفكر اليهودي. بكل الأحوال ننتقل الآن إلى شرح مفهوم اللوغوس في الفكر المسيحي. وطبعا إذا أردنا أن نبدأ بشرح مفهوم اللوغوس أو الكلمة الإلهية في الفكر المسيحي وفي العقل المسيحي، فأعتقد أن أفضل ما يمكننا البدء به كمدخل لهذا الموضوع هو المقدمة التي ابتدأ بها إنجيل يوحنا، حيث أن مقدمة إنجيل يوحنا تبدأ بمقولة في البدء كانت الكلمة. فالكلمة هي أساس وجوهر العقيدة والفلسفة واللاهوت المسيحي، ولذلك سوف نحاول أن نرى ماذا كانت آراء الفلاسفة المسيحيين حول موضوع الكلمة، وماذا أبدعوا من إبداعات فكرية حول هذا الموضوع، خاصة وأنه يمس جوهر عقيدتهم الدينية. وحقيقة سوف نبدأ مع القديس أوريليوس أغسطينوس الذي عرف اختصارا باسم أغسطين، أحد كبار فلاسفة المسيحية. ولكن قبل أن ندخل إلى مفهوم اللوغوس عند أغسطين سوف نعطي نبذة نحاول أن نتكلم فيها عن شخصية هذا الفيلسوف المسيحي. أغسطين ولد لأب وثني
وأم مسيحية عام 354 للميلاد في منطقة تاجستا، منطقة من مناطق نوميديا القديمة، وهي حاليا المنطقة الحدودية بين تونس والجزائر. في تلك المنطقة وفي ذلك الزمان ولد أغسطين، فهو يعتبر من الفلاسفة الأوائل للمسيحية، من فلاسفة القرون الأولى الذين اجتهدوا من أجل التوفيق بين المسيحية وبين الفلسفة. أغسطين درس في شبابه الفلسفة وارتد عن الدين المسيحي ليعتنق الديانة المانوية، وهي ديانة غنوصية باطنية الديانة المانوية. وبقي أغسطين مانويا لفترة طويلة من حياته، ولكنه بعد حياة طويلة في الإطار المانوي عاد مرة أخرى ليعتنق المسيحية في عيد الفصح لعام 387 للميلاد، فتم تعميده في ميلانو، وبعد ذلك عين ككاهن عام 391 للميلاد، ثم عين كأسقف كنسي عام 395 للميلاد. هذا باختصار عن الجانب العقائدي والديني في حياة أغسطين. ما يهمنا حقيقة أن نذكر أيضا عن أغسطين أن هذا الشخص بسبب سعة اطلاعه على الفلسفة فقد كان له تأثير كبير وبصمة حقيقة مميزة في الفلسفة المسيحية وفي العقل المسيحي، وقد ترك لنا العديد من الكتابات. أغسطين ترك لنا العديد من الكتابات، البعض يعني أعدها بنحو 240 كتابا من الكتب التي كتبها أغسطين. وفي كتاباته كان واضحا تأثر بالفلسفة، وخاصة فلسفة الفيض عند أفلاطون، وأيضا تأثر بالفكر المانوي في بعض الجوانب المشتركة بين المانوية والمسيحية، لأنه كما قلنا عاش فترة من حياته في الإطار المانوي. ما يهمنا حقيقة هو أن نعرض رأي القديس أغسطين كما قلنا في مسألة الكلمة، في مسألة اللوغوس. بحسب فهمه كمسيحي من أهم فلاسفة المسيحية الأوائل، وحقيقة فقد كان القديس أغسطين يرى أن الله بواسطة الكلمة أو اللوغوس استطاع أن يفرض مشيئته وإرادته على فوضوية وعبثية المادة الأولى التي تسمى في أدبيات واصطلاحات الفلسفة بالهيولة. والكلمة الإلهية في المسيحية كما نعلم هي المسيح نفسه، المسيح هو الكلمة الإلهية. فبحسب فكر أغسطين أن المسيح هو الواسطة بين الله والعالم، وبواسطته الآب قام بتنظيم عبث الهيولة اللي هي المادة الأصلية، والتي في الأديان وفي الأساطير تسمى بالمياه الأولى أو مياه العتمة الأزلية. المهم القديس أغسطين كان يرى أن تلك الكلمة الإلهية أو اللوغوس الذي بواسطته تم فرض النظام على عبثية الهيولة هو السيد المسيح، وأن السيد المسيح كما قلنا هو الواسطة بين الله وبين العالم، وأن هذه الكلمة وأن السيد المسيح الذي يمثلها انعكس وتجسد في شخصية يسوع الناصر، السيد المسيح التاريخي، لأنه يفرق بين السيد المسيح كوجود لاهوتي وبين السيد المسيح كوجود ناسوتي. وهو يقول بأن السيد المسيح كوجود ناسوتي على الأرض عاش هو تجسد للمبدأ المنظم الفاعل الذي يحكم الوجود والذي ينظم الله تعالى من خلاله العالم
كما جاء في إنجيل يوحنا: وكان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. يعني كان اللوغوس في طريقه إلى أن يأتي، وقد أتى في صورة السيد المسيح وتجسد على الأرض. فهذه هي وجهة نظر القديس أوغسطين وشرحه لمفهوم الكلمة أو اللوغوس كما عرضنا. وهو بالمناسبة هذا التفكير ووجهة النظر هذه تعتبر هي الرأي التقليدي عند كافة الإخوة المسيحيين إلى اليوم. يعني إذا أحد من الإخوة المسيحيين يتابع هذه الحلقة يكتب لنا في التعليقات هذه وجهة نظركم إلى اليوم أو لا. هي نفس وجهة النظر التي قال بها القديس أوغسطين، والتي نجدها كما قلنا في إنجيل يوحنا. أنتقل الآن من القديس أوغسطين، وهو كما قلنا صاحب الرأي الذي لا زال شائعا بين الإخوة المسيحيين إلى اليوم، إلى رأي الفيلسوف المسيحي بطرس أبيلارد. نعطي نبذة عنه، نبذة سريعة. الفيلسوف المسيحي بطرس أبيلارد ولد سنة 1079 في مدينة باليه في فرنسا. هذا الفيلسوف المسيحي الفرنسي اقترب في فكرته عن الله من اليهود ومن المسلمين بشكل كبير جدا، بحيث أنه آمن بإله واحد أحد وأقنوم واحد. فكان يفسر الثالوث بأنه ثلاثة صفات لإله واحد، على عكس المسيحية التقليدية التي تعتبر الثالوث ثلاث أقانيم بمعنى ثلاثة شخصيات. هنا نجد أن بطرس أبيلارد يخالفهم، يقول أن الثالوث يعني ثلاثة صفات لإله واحد. وكان يرى أن الله واحد وذو شخصية واحدة، يعني أقنوم واحد، ولكنه بثلاثة صفات هي القدرة والعلم والخير. القدرة والعلم والخير. طبعا هذا الفكر يقترب جدا جدا من مبدأ التوحيد عند اليهود وعند المسلمين. بكل الأحوال، فبالنسبة لفكرة بطرس أبيلارد عن مفهوم اللوغوس وهو ما يهمنا، فهو كان يرى أن الكلمة الإلهية أو اللوغوس تتمثل في الروح القدس، وأن الروح القدس هو روح العالم. هذه الفكرة فكرة قريبة لفكرة هيجل عن الروح الذي يقود مسيرة التاريخ. تعرفون أنتم الذين درسوا الفلسفة منكم فلسفة هيجل عن الروح الجماعي أو الجوهر الذي يقود المجتمعات في المسيرة التاريخية. المهم، نريد أن نبقى في فلسفة بطرس أبيلارد، أن هذه الروح العالمية، الروح القدس التي يعتبرها بطرس أبيلارد روح العالم، هي التي تتحكم بالنظام عن طريق هيمنتها على الكليات. وهذه الكليات هي بدورها تلعب دورا كبيرا في التأثير على الجزئيات الصغيرة في العالم. وبالتالي فالكليات التي تحركها الروح القدس أو روح العالم هي بحسب فكر بطرس أبيلارد اللوغوس أو الكلمة الإلهية. هنالك روح تقود العالم وتنظم العالم من خلال هيمنتها على الأقدار الكلية، وهذه الأقدار الكلية تحكم الجزئيات. وهذه الفكرة بمعنى من المعاني قد تتصل بأفكار وحدة الوجود، ولكن ليس وحدة الوجود مع الله كما يقول الهنادكة، وإنما وحدة الوجود بين العالم وبين الروح القدس. قد تحمل هذا المعنى، أنا صراحة لم أحقق في فلسفة بطرس أبيلارد إلى الحد الذي يمكنني أن أجزم أن فكرته قد تحمل معنى من معاني وحدة الوجود بين العالم وبين الروح القدس، ولكن لربما قد يفهم منها هذا الأمر بطريقة ما. بكل الأحوال، هكذا نكون قد شرحنا رأي فيلسوفين
كبيرين من فلاسفة المسيحية لمفهوم اللوغوس أو الكلمة بحسب فهمهم المسيحي. وكما قلنا، مفهوم اللوغوس أو مفهوم الكلمة الإلهية في الفكر المسيحي مفهوم ذو أهمية كبيرة جدا عند جميع الإخوة المسيحيين، لأنه مرتبط بجوهر عقيدته، بجوهر اللاهوت المسيحي. أتمنى أن نكون عرضنا الأمر بشكل جيد ومفهوم، وننتقل الآن إلى مفهوم اللوغوس أو الكلمة عند فلاسفة المسلمين وفي الفكر الإسلامي عموما. ولكن قبل أن نشرح في شرح مفهوم اللوغوس أو الكلمة في الفكر الإسلامي وفي العقل الإسلامي، أريد أن أنوه لمسألة، وهو أنه حقيقة لا يوجد دين في العالم يحتوي على نظريات متعددة ومختلفة بشأن موضوع اللوغوس كما هو الحال مع الإسلام. بكل الأحوال سوف أحاول أن أركز على عرض الأفكار والآراء والأطروحات الفكرية التي ترد عند مفكري المسلمين بشأن مفهوم اللوغوس. وأول فكرة أو أول نظرية بشأن مبدأ اللوغوس أو مبدأ الكلمة الإلهية التي تنظم العالم عند مفكري الإسلام تجلت في ما يعرف بمفهوم الحقيقة المحمدية. مفهوم الحقيقة المحمدية حتى نلخصه في الفكر الإسلامي، فهو يتلخص بحقيقة أن النبي محمد لديه وجودين، وجود في المستوى المادي ووجود في المستوى الغيبي. وجوده في المستوى المادي هو الذي تحدث عنه القرآن إنما أنا بشر، وهو النبي محمد الذي ظهر في مكة وانتقل إلى المدينة ثم عاد فاتحا إلى مكة، الذي نقرأ سيرته التاريخية، الشخص التاريخي الذي ظهر في التاريخ في فترة من الفترات وعاش حياته ثم انقضى أجله. هذا هو محمد التاريخي ومحمد عالم الدنيا. ولكن هنالك وجود آخر للنبي محمد في المستوى الغيبي، وهو الوجود الحقيقي للنبي محمد، هو الوجود المحمدي الحقيقي، ويسمى عند المسلمين بالحقيقة المحمدية. محمد الذي ظهر في مكة في القرن السادس الميلادي هو انعكاس وتجلي للحقيقة المحمدية التي كانت موجودة قبل أن يخلق العالم. يعني قبل أن يخلق الله الوجود وقبل أن يخلق الله العالم، خلق الحقيقة المحمدية، وبواسطة الحقيقة المحمدية خلق الله العالم، خلق الله كل شيء بواسطة الحقيقة المحمدية. وهنالك، وهي نظريات فلسفية عند المتكلمين المسلمين الذين يقولون أنه كما أنه لا إله إلا الله، لا يوجد نبي إلا محمد، لا يوجد أي نبي إلا النبي محمد. طيب ماذا عن موسى؟ طيب ماذا عن المسيح؟ طيب ماذا عن إبراهيم؟ قال لك هؤلاء جميعا هم تجليات للحقيقة المحمدية بنسب متفاوتة. يعني الحقيقة المحمدية ظهرت في مرة من المرات بصورة إبراهيم، ومرة من المرات قبل ذلك ظهرت في صورة نوح، ومرة من المرات ظهرت في صورة موسى. هي حقيقة واحدة، هو لوغوس واحد ظهر في جميع الأنبياء. جميع الأنبياء هم ظهورات، هم تجليات لحقيقة محمدية واحدة. ولكن هذه الحقيقة المحمدية لم تظهر بكامل روعتها وجمالها وبهائها إلا في النبي الأخير، وهو النبي محمد. هكذا يعتقد بعض متكلمي المسلمين وبعض فلاسفة المسلمين، وخاصة هذا الرأي نجد في التيارات الصوفية بشكل كبير جدا. وبحسب هذا الرأي نستطيع أن نفهم أن الواسطة بين الله وبين العالم هي الحقيقة المحمدية، بحيث أن هذه الحقيقة المحمدية هي التي بواسطتها خلق الله العالم، وهي التي
ظهرت في مراحل التاريخ البشري الإنساني الطويل في صور جميع الأنبياء الذين ظهروا، وجميع الأنبياء الذين ظهروا كانوا انبثاقات وتجليات لتلك الحقيقة المحمدية الواحدة. هذه هي النظرية الأولى نستطيع أن نقول لمفهوم اللوغوس عند المسلمين. أما النظرية الثانية وهي من أفكار الشيخ محي الدين ابن عربي، فهي أن كل نبي من الأنبياء هو لوغوس مستقل بحد ذاته، هو كلمة إلهية مستقلة. فالله عندما يريد أن يغير في العالم يرسل نبيا من الأنبياء يلقي كلمة من كلماته، وكل نبي هو كلمة. فالله غير العالم من خلال نوح، وغير العالم من خلال إبراهيم، وغير العالم من خلال موسى، وغير العالم من خلال المسيح، وغير العالم من خلال محمد. كل واحد من هؤلاء هو كلمة، هو لوغوس مستقل، كلمة من كلمات الله ألقاها الله حتى يغير في العالم. فهذه هي النظرية الثانية لمفهوم اللوغوس أو الكلمة الإلهية في العقل والفكر الإسلامي. أيضا من الأشياء التي تكلم بها الفلاسفة والمفكرين المسلمين عن مفهوم اللوغوس بحسب منظورهم وبحسب رؤيتهم هو أن الإنسان هو اللوغوس، الإنسان هو الكلمة الإلهية، وهو الفاعل في عالم الوجود الدنيوي بأمر الله. طبعا استندوا إلى آية في القرآن، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان بحسب وجهة نظرهم في تفسير هذه الآية أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، وبالتالي هو الذي يغير في الأرض ويحكم على الأرض بأمر الله وبإرادة الله. فالإنسان هو انعكاس لإرادة الله على الأرض، والإنسان هو اللوغوس، هو الكلمة التي تحكم في الأرض وتغير وتدير الشؤون الأرضية بإرادة سماوية، بإرادة الله وكما يريد الله، لأن الله استخلف الإنسان. هذه هي النظرة الثالثة لفكرة اللوغوس عند المسلمين. أنتقل الآن إلى نظرية أخرى من نظريات المسلمين عن اللوغوس، وهي نظرية موجودة عند الشيعة وليست موجودة عند السنة، النظرية التي سأتكلم عنها حاليا. تعلمون أن الشيعة يعظمون مقامات أهل البيت، فهم يعظمون النبي محمد والمعصومين من بعده، فيتكلمون عن المعصومين 14، يعني النبي وابنته فاطمة والأئمة 12 من بعده. النظرية التي توجد عند المسلمين الشيعة تقترب إلى الفكر الأرسطي عن المحركات، بحيث أن الله يحرك العالم من خلال محركات، وهذه المحركات هم محمد وآل محمد، يعني المعصومين 14. الله من خلالهم يدير عمل الكون بأسره، وهو ما يعرف في كتب العقيدة عند الشيعة بالولاية التكوينية للنبي وآله، موجود في الكتب الشيعية. هذه النظرية تفترض أن محمد وآل محمد هم أنوار منبثقة عن نوره في العالم الغيبي، وجميعهم لديهم سلطان من الله في الحكم على شؤون العالم وتدبير شؤون العالم. فالله خلق العالم بواسطة هؤلاء المعصومين 14، وهؤلاء المعصومين 14 حقيقتهم في العالم الغيبي تتحكم بكل شيء. هذه فكرة قريبة من الفكر الأرسطي الذي يتحدث عن محركات، المحرك الأول أو الله يتحكم من خلالها بالعالم. وهنا نجد أن الاختلاف البسيط هو
إضافة الشيعة لفكر ديني إلى النظرية الأرسطية، بحيث أنهم جعلوا هذه المحركات هم المعصومين الأربعة عشر أو حقيقتهم في العالم الغيبي. هكذا نكون تحدثنا عن النظرية والفكرة الرابعة في العقل الإسلامي، عن مفهوم اللوغوس أو الواسطة بين الله وبين العالم. أنتقل إلى فكرة باطنية مهمة جدا في العقل الإسلامي عن اللوغوس، أهم نظرية أنا أعتبرها بعد نظرية الحقيقة المحمدية. وهذه النظرية جاءت بعد تأمل كثير من المسالك الباطنية في الإسلام في الحروف العربية، فقالوا إنه إذا كان في القرآن الكريم الله يخلق بواسطة كلمة عربية، بواسطة كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان الله يخلق بواسطة كلمة عربية، بواسطة اللغة العربية، فلا بد أن يكون في الحروف العربية وفي اللغة العربية سر باطني خطير. ومن هنا بنوا نظريتهم عن أن الله خلق العالم بواسطة الطاقة أو القوة الموجودة في الحروف العربية 28. كل حرف من حروف اللغة العربية فيه قوة فيض إلهي عظيمة جدا، يمكن من خلال هذه القوة الموجودة في هذه الحروف العربية أن تصنع العجائب. ولذلك قالوا بأن الحروف العربية هي الفيض الذي من خلاله أفاض الله كل شيء وخلق الله العالم، وربطوا بعد ذلك هذه الفكرة بعلم التنجيم. أتكلم حاليا في مسلك من المسالك الباطنية في الإسلام، ربطوا الحروف العربية بعلم التنجيم، فقالوا أن القمر، والقمر هو رمز الإسلام، يعني القمر الهلال والنجمة هو الرمز الذي يستعمل للإشارة إلى الإسلام، وهذا ليس من فراغ. هم قالوا أن المنازل القمرية 28 التي يحل فيها القمر في كل يوم من أيام الشهر العربي، وهو شهر قمري، لكل يوم ولكل منزلة قمرية حرف من حروف اللغة العربية، فالحروف العربية موزعة على المنازل القمرية 28، على دائرة المنازل القمرية 28، كما أن أئمة أهل البيت 12 أرواحهم موزعة على الأبراج 12، الأبراج الشمسية 12. الحروف، حروف اللغة العربية موزعة على المنازل القمرية 28، والله من خلال دوران الأفلاك السماوية في دائرة البروج الفلكية 12 ودائرة المنازل القمرية 28 يهيمن على العالم. فكما أن هنالك لوح محفوظ في السماوات الغيبية العليا في عوالم الغيب، فإن هذا اللوح، اللوح المحفوظ له تجلي في العالم المادي. اللوح المحفوظ يتجلى في العالم المادي في دائرة المنازل القمرية، ولوح المحو والإثبات ينعكس في العالم الدنيوي في لوح دائرة البروج الفلكية 12. المنازل القمرية 28 كما قلنا، لكل منزلة من المنازل القمرية حرف من حروف اللغة العربية، وكل حرف من حروف اللغة العربية فيه طاقة إلهية جبارة من الفيض الإلهي، ويجب أن نركز على العدد 28، لأن 28 تساوي 14 زائد 14، هذا يعيدنا إلى المعصومين الأربعة عشر، النبي محمد وابنته فاطمة والأئمة 12. فكل واحد من المعصومين 14 له حرفان
حرف ظاهر وحرف باطن، لكل واحد منهم حرفان من حروف اللغة العربية 28، حرف ظاهر وحرف باطن، ويسمى حرف التقية. 28 حرف، والعدد 28 هو 14 زائد 14 عند تقسيمه إلى 2. هذه النظرية لن تسمعوا أحدا يحدثكم فيها، وهذا الكلام لأول مرة يقال على الإنترنت علنا. هذا من باطن الإسلام، ومن العلوم التي يختص بها خاصة الخاصة، شرحناها لكم. المهم، الموضوع فيه تفصيل أكبر من ذلك بكثير، الموضوع فيه تفصيل أكبر من ذلك بكثير، ويستعمل في المسالك الإسلامية الباطنية عند الشيعة وعند المتصوفة في أمور أخرى، وهي ترتبط بالتنجيم بكل حال، وبمقامات أهل البيت، وبتفسير القرآن وفقا للحروف المقطعة الموجودة في القرآن، فتكون الحروف المقطعة في القرآن دالة على مقامات المعصومين 14 الذين كما قلنا لكل واحد منهم حرفان، حرف ظاهر وحرف باطن. مسائل تختص بالمسلك الباطني لا أريد حاليا أن ندخل في هذا الموضوع، موضوع كبير جدا يحتاج إلى شرح ساعات، لكن هذه نظرية من نظريات اللوغوس الباطنية والعميقة جدا عند المسلمين، أن اللوغوس الواسطة بين الله وبين العالم هي حروف الفيض التي فاض بها الله فأوجد الوجود وأنشأ العالم الذي نعيش فيه، وهي حروف اللغة العربية. أنتقل من هذه النظرية إلى القرآن الكريم، إلى كلمة كن في القرآن الكريم، كلمة الخلق في القرآن الكريم. كلمة الخلق هي كلمة كن، إنما أمره، يعني الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عندما نتأمل في كلمة كن سنجد أنها تتكون من حرفين في اللغة العربية. الكاف حرف يستعمل للتشبيه عند العرب، يعني على سبيل المثال أقول في جملة من إنشائي أنا شخصيا، أقول فيها مثلا رأيت المقاتل شجاعا كالأسد. هل المقاتل هو أسد؟ هو ليس أسد، ولكن أنا استحضرت صورة في عقلي عن شجاعة الأسد، وربطت بين هذه الصورة التي في عقلي وبين صورة المقاتل الذي أراه أمامي بحرف الكاف. قلت عندما رأيت هذا المقاتل الشجاع، قلت رأيت المقاتل شجاعا كالأسد، استعملت حرف الكاف، حرف التشبيه. فالكاف حرف يستعمل للتشبيه في اللغة العربية. أما النون فالنون هي نصف دائرة وفيها نقطة، وهذا هو سر النون. هاي من عجائب ولطائف القرآن الكريم صراحة، وكأن الخلق هو يعني إرادة الله التي في ذاته التي لا يمكن وصفها، تتمثل وتتشبه في النقطة التي في وسط الدائرة. إرادة الله تقع في نقطة في وسط دائرة الخلق. كن، الله يريد، وإرادته هذه تتمثل. حرف الكاف حرف تمثيل، حرف تشبيه. إرادة الله تتمثل في النقطة التي في وسط الدائرة. فهذه من اللطائف الموجودة في القرآن، كلمة كن، وهي ليست فقط من اللطائف اللي في القرآن الكريم، وأنها هي من جماليات اللغة العربية، من جماليات لغتنا الجميلة. كل الأحوال سأنتقل إلى آخر نظرية عندنا عن اللوغوس في العقل الإسلامي، آخر نظرة يمكن أن نتكلم عنها حتى لا نطيل، عن اللوغوس في العقل الإسلامي وفي الفكر الإسلامي.
هي أن القرآن الكريم يورد هذا المصطلح، مصطلح الكلمة، يورد مصطلح الكلمة بمعنى النظام الإلهي. ونجد أن كلمة الكلمة تتكرر في آيات القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال نجد في سورة التوبة الآية التي تقول: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. من خلال هذه الآية في القرآن الكريم نستطيع أن نتخيل أو نتصور أن هنالك كلمتين في حالة صراع، كلمة الله وكلمة الذين كفروا. كلمة الله يعني النظام الإلهي، وهذا النظام الإلهي يتصارع مع النظام المضاد لإرادة الله، مع الفوضى إن صح التعبير. من خلال هذه الآية نستطيع أن نتصور أن مفهوم الكلمة في القرآن هو مفهوم قريب إلى فلسفة صراع الأضداد، عندما يتكلم عن صراع كلمة الله مع كلمة الذين كفروا، يعني صراع بين نظام الله يريد أن يفرضه من خلال المؤمنين، ونظام آخر هو عكس وضد النظام الإلهي وعكس القوانين الطبيعية وعكس النظم الإلهية يريد أن يفرضه الذين كفروا، يعني الغير مؤمنين. فهذا هو مفهوم فكرة الكلمة أو اللوغوس كما نجده في القرآن وفي العقل الإسلامي عموما. سأنتقل من مفهوم الكلمة أو اللوغوس في الفلسفة الإسلامية وفي الفكر الإسلامي إلى مفهوم اللوغوس عند الموحدين الدروز. وحتى نفهم مفهوم الكلمة أو اللوغوس في عقل وفي فهم الموحدين الدروز، فلابد أن نعرف أولا كيف يرى الموحدون الدروز أصل العالم. الموحدون الدروز يعتقدون بأن أصل العالم، أصل الوجود، هو خمسة حدود فاضت عن الله. والله في عوالم الغيب يسمى في العقيدة الدرزية البار. البار فاض عنه خمسة حدود، هذه الخمسة حدود هم أسياد العالم، هم أسياد الكون، وهم الذين يتحكم الله بالكون من خلالهم. وطبعا هؤلاء الخمسة حدود لهم ظهورات عبر التاريخ في شخصيات مقدسة عند الموحدين الدروز. الخمسة حدود هؤلاء هم العقل الكلي والنفس الكلية والكلمة والسابق والتالي. وهؤلاء الخمسة حدود لهم ضد مضاد لمشيئتهم، والضد أيضا له انعكاسات وتجليات في العالم المادي. هذا الضد يسمى إبليس، يسمى الشيطان. المهم أنه لديه مشيئة مضادة لمشيئة الأسياد أو الحدود الخمسة. فمفهوم اللوغوس عند الموحدين الدروز الذي يتوسط بين الله وبين خليقته هم هؤلاء الحدود الخمسة، هم الذين يتحكمون بالكون، هم الذين يتصرفون بالكون بمشيئتهم بأمر من الله. يعني هم لديهم مشيئة ويتصرفون بالكون، ولكن مشيئتهم هي من مشيئة الله، فالله يتصرف بالكون من خلاله، هم الواسطة بينه وبين العالم. نلاحظ أن في الحدود الخمسة عند الموحدين الدروز هنالك الحد الثالث وهو حد الكلمة. فاللغز عند الموحدين الدروز صحيح ممكن أن نفهم أنهم الحدود الخمسة كلهم يعتبروا لوغوس مع بعضهم البعض، لأنهم
هم الواسطة بين الله والعالم. لكن في الحدود الخمسة عندما ننظر إليهم جميعا نجد أن هنالك الحد الثالث منهم هو بالفعل يسمى حد الكلمة. فالحد الثالث أو السفير كما يطلقون عليه هو بالفعل حد الكلمة. فقد يسألني شخص، وقد سألني هذا السؤال أحد أصدقائي من الموحدين الدروز، سألني قال لي يا شيخ هرمس أنت كيف بتقول إنه الحدود الخمسة كلهم مع بعضهم البعض لوغوس، ونحن كموحدين دروز نعتقد أن فقط الحد الثالث هو اللوغوس؟ فإن شاء الله أجيب حاليا. أعتبر أن الحدود الخمسة جميعهم لوغوس، لأنه بعقيدتكم وبالعقيدة الدرزية عموما الحدود الخمسة هم واسطة بين الله والعالم. واللوغوس ماذا هو؟ اللوغوس هو القانون الإلهي الذي يحكم العالم بمشيئة من الله، هذا هو اللوغوس فلسفيا. وأنتم الحدود الخمسة عندكم هم الذين يحكمون العالم بمشيئة الله بحسب ما تعتقدون، فهم مع بعضهم البعض لوغوس. أما الحد الثالث وهو حد الكلمة فهو ليس اللوغوس الذي يتوسط بين الله والعالم. ينبغي أن نفهم أن الحدود الخمسة هم مع بعضهم البعض جميعا، الخمسة هم لوغوس يتوسط بين الله والعالم، هم الذين من خلالهم يفرض الله مشيئته على العالم. لكن الحد الثالث لا يتوسط بين الله والعالم، وإنما يتوسط بين حدين وحدين آخرين. يعني الحد الثالث السفير يتوسط ما بين العقل الكلي والنفس الكلية من جهة، وما بين السابق والتالي من جهة أخرى. فعندما يريد العقل وتريد النفس أن تلقي بأمر إلى السابق والتالي فإنهما يلقيان بأمرهما إلى السابق وإلى التالي من خلال الكلمة. فالكلمة تتوسط بين الحدود التي في الأعلى والحدين اللذان في الأسفل. الحدين اللذان في الأعلى هما العقل الكلي والنفس الكلية، والحدين اللذان في الأسفل هما السابق والتالي. والسابق والتالي هما رمزان للزمن، لمفهوم الزمن، الماضي والمستقبل. بكل الأحوال أتمنى أن أكون شرحت مفهوم اللوغوس عند الإخوة الموحدين الدروز، وأوضحت أن الحدود الخمسة كلهم مع بعضهم البعض هم لوغوس لأنهم واسطة بين الله والعالم، وأن الحد الثالث من حدود الموحدين الدروز حد الكلمة هو الواسطة ما بين العقل الكلي والنفس الكلية من جهة، وما بين السابق والتالي من جهة أخرى. بهذا أكون أوضحت مفهوم اللوغوس عند الموحدين الدروز، وأنتقل لشرح مفهوم اللوغوس في الماسونية. وحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم اللوغوس في الفكر الماسوني فينبغي التنويه إلى أمر مهم جدا، وهو أن الماسونية تتقبل جميع النظريات الفلسفية والدينية عن اللوغوس. يعني كل ما طرحناه حتى الآن من نظريات في أديان مختلفة وفي فلسفات مختلفة عن اللوغوس الماسونية تتقبله بكل رحابة صدر، لأن الماسونية جماعة باحثة عن الفكر وتتقبل الجميع. لكن هذا لا يعني أن الماسونية لا يوجد عندها بعض الآراء التي تختص هي بها. فالماسونية لديها، إذا كنا نتحدث عن موضوع اللوغوس موضوع الكلمة الإلهية، توجد نظرتين لمفهوم اللوغوس
في الماسونية هما أهم نظرتين لمفهوم اللوغوس عند الماسون، وسوف أحاول أن أسلط النظر عليهما. النظرة الأولى لفكرة اللوغوس في الماسونية هي فكرة انعكاس إرادة الله في البنائين، وهم يربطون هذه الفكرة بأسطورة حيرام أبيف. حيرام أبيف هو البناء، هو المهندس الذي قام بهندسة وبناء المعبد القديم، معبد سليمان، وهو شخصية مقدسة جدا في الماسونية، أقدس شخصية تتمحور حولها التعاليم الماسونية هي شخصية حيرام. حيرام ينظر إليه في الفكر الماسوني على أنه هو اللوغوس، بمعنى إذا كان الله هو المهندس الأعظم فإرادة الله تنعكس في عالمنا وتظهر في عالمنا من خلال البناء الحكيم الذي يبني معبد الحكمة وهو حيرام. فحيرام هو اللوغوس، هو الكلمة الإلهية. والماسون بسبب اعتبارهم لأنفسهم أتباعا لحيرام وتلاميذا لحيرام، فهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم يمثلون اللوغوس من خلال سعيهم لبناء معبد الحكمة، من خلال سعيهم لتشييد الفكر الإنساني. هذه هي النظرة الأولى لمفهوم اللوغوس عند الماسون. هنالك مهندس أعظم هو الله، وهنالك بنائين على الأرض من خلالهم تظهر مشيئة المهندس الأعظم في إبداعاتهم الهندسية، في الأبنية التي يقومون ببنائها والتي تمثل رموز للحكمة وتمثل معابد وصروح للحكمة. هذه هي النظرة الأولى لمفهوم اللوغوس في الماسونية، كما قلنا تتمحور حول أسطورة حيرام. أما النظرة الثانية لمفهوم اللوغوس فهي نظرة فيثاغورس للأعداد. فيثاغورس فيلسوف يوناني عظيم جدا، ارتحل إلى الشرق في شبابه طلبا للحكمة وسعيا إليها، ثم عاد إلى موطنه الأصلي وأقام جماعة دينية وسرية من أجل تعليم الحكمة ونقل الحكمة التي تعلمها إلى تلاميذه. ويقول البعض بأن فيثاغورس كان نبيا من الأنبياء. لا أريد أن أتوسع في الحديث عن فيثاغورس، هو بكل الأحوال رجل عظيم، وهو في تاريخ الإنسانية سوف يبقى شخص له بصمة مميزة. فكرة فيثاغورس عن اللوغوس أثرت بشكل كبير جدا في العقل الماسوني، والماسونية تعتبر نفسها امتدادا للمدرسة الفيثاغورية التي أسسها فيثاغورس الحكيم. فيثاغورس قال بأن الله هو المهندس الأعظم، وهذا المهندس الأعظم ينظم عمل العالم من خلال الهندسة، والهندسة في جوهرها تعتمد على الأعداد، ولذلك فإن الأعداد هي اللوغوس الذي يحكم هذا العالم. الرياضيات والقوانين الرياضية هي اللوغوس الحقيقي الذي ينظم ويدير هذا العالم. ينبغي الإشارة إلى أن فيثاغورس كان عبقريا وذكيا جدا، لديه نظرة ثاقبة، ويجيد الرياضيات بشكل كبير جدا، ويجيد علوم الهندسة، ولذلك فهو كان يرى أن هذا العالم فيه إبداع، فيه نوع من الهندسة، فيه نوع من التنظيم الذي يمكن احتسابه
رياضيا يمكن احتسابه من خلال بعض العمليات الحسابية والرياضية. لذلك هو قال أن الرياضيات هي أصل العالم، الأعداد هي الأداة التي يستعملها الله من أجل تنظيم هذا العالم. الله بصفة المهندس الأعظم ينظم عمل هذا العالم من خلال الأعداد، وكل عدد له ميزة، كل عدد له سر، ويحكم على الوجود من ناحية من النواحي. وضحت أسرار الأعداد وبعض أسرار الأعداد في حلقة من حلقات سلسلة الإشراق العظيم، يمكنكم العودة إليها، تقريبا كانت الحلقة الرابعة من السلسلة، شرحت فيها بعض أسرار الأعداد في الفلسفة الفيثاغورية لمن يريد أن يتوسع. ليس موضوع الآن الحديث عن سر كل عدد من الأعداد، ولكن أحاول أن أبسط وجهة نظر فيثاغورس، وأتمنى أن أكون قد أوضحتها بشكل جيد. طبعا ينبغي الإشارة إلى أن هنالك نظرات أخرى لمفهوم اللوغوس في الأخوية الماسونية، ولكن أعتقد أن هاتين النظرتين هما أهم نظرتين لمفهوم اللوغوس في الماسونية. وبهذا نكون شرحنا مفهوم اللوغوس في الفلسفة اليونانية وما قبل الفلسفة اليونانية في الأديان القديمة التي تمتزج بالأساطير، ثم بعد ذلك عرضنا لمفهوم اللوغوس في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام وعند الأخوة الموحدين الدروز وفي الأخوية الماسونية. يبقى أن نقول في النهاية وفي خاتمة هذا التسجيل أن فكرة اللوغوس تدل بأن الإنسان الذي سعى للبحث في هذه المسألة هو إنسان يدرك في داخل نفسه أن هنالك قانون ينظم عمل هذا العالم، بغض النظر كيف يفسر الإنسان طبيعة هذا القانون. قد يقول المسلم بأن هذا القانون الذي ينظم هذا العالم هو الحقيقة المحمدية، وقد يقول المسيحي بأنه هو السيد المسيح كلمة الله، وقد يقول اليهودي بأنه السفروث العشرة، وقد يقول الموحد الدرزي بأنه الحدود الخمسة. قد يقول كل واحد منا رأيا، ولكن في النهاية البشر جميعا منذ أقدم العصور وفي الأديان الموجودة حاليا وفي الأديان السابقة أدركوا بأن هنالك مبدأ ينظم عمل هذا العالم. في عصرنا الحالي رغم أن الحضارة الموجودة حاليا هي حضارة مادية صرف، إلا أن العلم المادي وتحديدا علماء الفيزياء لازالوا يبحثون عن أصل القوى الطبيعية التي تحكم العالم. هذه الفكرة، فكرة اللوغوس، فكرة كانت ولا زالت وسوف تبقى تشغل العقل البشري. ما هو المبدأ؟ ما هي القوة التي تدير وتنظم العالم؟ أتمنى في هذه الحلقة أن أكون تكلمت عن هذا الموضوع وأوفيته حقه، موضوع فلسفي وديني رائع وجميل. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم، وتحياتي لكم جميعا يا أصدقائي.